ليس سهلا يعني ان تكتسي واحد الصفه ديال الجيش محترف وفاعل في عمليات السلام على المستوى الاممي. الى قارنا ما بين الجيش المغربي والجيش الجزائري غادي نعتمدوا على واحد المؤشر واحد باش نبينوا الى اي حد ان الجيش المغربي اكثر حرفيه من نظيره الجزائري. وهذا المؤشر يتجلى في ماذا؟ يتجلى في واحد السؤال. اعطوني صوره ديال عسكري جزائري موجود في احدى بؤر التوتر العالمي. اعطوني صوره ديال عسكري جزائري موجود في احدى العمليات الانسانيه على مستوى المناطق التي تعرض لها النكبات في العالم. سنجد صفر صوره. وعلى العكس من ذلك سنجد بأن العمليات ديال حفظ السلام الأممية وسنجد بأن هذه العمليات ديال الإغاثة والتدخلات الإنسانية على مستوى المناطق المنكوبة في العالم حضر فيها 74 ألف جندي مغربي. وهذه الإحصائيات ماشي ديالي، هذه إحصائيات ديال الأمم المتحدة، وهذا الرقم يعني تبرز القيمة دياله إذا علمنا بأن مجموع الجنود المسخرين من طرف الأمم المتحدة في هذه السنوات يعني الأخيرة بلغ 2 مليون ديال الأفراد من مختلف الدول التي لها يعني حظوة في المشاركة في هذه العمليات الإنسانية والعمليات الأممية. إذن هذيك 2 مليون تلقوا منها 74 ألف ديال الجنود المغاربة، بمعنى فين ما كنلقاو يعني 4% ملي كنلقاو يعني 100 ديال الجنود الأمميين في إحدى بؤر التوتر ولا في إحدى التدخلات الإنسانية خاصنا نفتخروا ونعتزوا، لأن من دوك 100 كاين 4 ديال الجنود مغاربة. وهذا الحضور يعني ديال الجيش المغربي في مختلف بؤر التوتر العالمية لم يأتي هكذا يعني من باب الترف، بل بالعكس الأمم المتحدة لما تخطو بود الجيش المغربي فلأنها تستند إلى 3 مرتكزات. الأولى الحرفية ديال الجيش المغربي، والثانية الجاهزية والفعالية ديال الجيش المغربي، ثم الثالثة وهذه مهمة هي لا ديسيبلين ديال القوات المسلحة الملكية في كل العمليات التي أسندت لها على مستوى على مختلف يعني دول المعمور، لا في الصومال، لا في الكمبوج، لا في جنوب السودان، لا في إفريقيا الوسطى، لا في الكوت ديفوار، لا في الكونغو، لا في إفريقيا الوسطى، لا في هايتي، لا في مختلف المناطق. نفس الشيء في التدخلات الإنسانية التي باشرتها القوات المسلحة الملكية في مختلف بقاع العالم. ويكفي ايضا ان نضيف واحد رقم اخر، وهو انه يعني في هذه 20 سنة الاخيره مش مرجعوش من 1960 الى يومنا هذا، في السنوات 20 الاخيره القوات المسلحه الملكيه ساهمت في 14 عمليه امميه في العالم. داخل 14 عمليه امميه يعني 14 بلد بنت القوات المسلحه الملكيه 17 مستشفى عسكري ميداني في هاد المناطق النزاع او في هاد المناطق المنكوبه، والتي قدمت فيها 2 مليون حسب الاحصائيات ديال المكتب الامم المتحده، قدمت فيها 2,650,000 تدخل طبي. بمعنى الى قسمنا على هاد الدول كنلقاو بان الجيش المغربي قدم 190,000 تدخل طبي في كل هاد البلدان. بمعنى في كل هذه البؤره هاد 74 الف عسكري مغربي اللي تحولوا الى سفراء السلام وسفراء الانسانيه، فين ما كنمشيو كنلقاو اما هذاك الجندي المغربي يعني يبني مستشفى عسكريا او يحمي قوافل يعني الانسانيه او يساهم في اعاده توطين النازحين او يحمي اللاجئين. يعني البصمه يعني الانسانيه حاضره لدى القوات المسلحه الملكيه. وهذا المصدر يعني وهذا سميتو هاد الحصيله هي مصدر اعتزاز ديال المغاربه. علاش؟ لان بفضل هاد الارث وبفضل هاد الاشراقات ديال القوات المسلحه الملكيه يعني اصبح الجيش المغربي يحتل الرتبه 12 على مستوى الامم المتحده في امداد يعني القبعه الزرق بالموارد البشريه. ليس هذا وحسب، بل حتى حلف يعني الاطلسي يعني حلف الناتو اتخذ قرار في 2004 بجعل المغرب هو البلد الوحيد خارج الناتو، بجعل المغرب هو الشريك الوحيد الذي له الحق في ان يساهم ويساعد الحلف ديال الناتو في كل العمليات الانسانيه في بؤر التوتر اللي كيكون حاضر فيها يعني الناتو بطريقه او باخرى. وهذه الاشراقات تعززت بماذا؟ تعززت بالقرار الذي اتخذه المغرب في شخص القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه باقتناء واحد البارجه حربيه سميتها وادي ماسا. وهذه البارجه هي سفينه عباره عن واحد المختبر عائم يعني بامكانها ان تقوم بتحليه مياه البحر في حجم ديال 1500 متر مكعب في اليوم للتدخل في احدى المناطق ديال التوتر او لاستعمالها في حاله ما اذا وقعت كارثه طبيعيه لا قدر الله. وهذه الكميه التي تقوم السفينه الحربيه وادي ماسا بتحليه مياه البحر في النار راه ماشي كميه سهله، راه يعني تعادل الحاجيات ديال 75,000 نسمه، اي ما يعادل واحد المدينه متوسطه من حجم بشار في الجزائر او مدينه غردايا في الجزائر. هنا المفارقه يعني انه في الوقت اللي المغرب تيبني جيش احترافي وتخصص الموارد ديالو لتعزيز القدرات الجاهزيه والفعاليه ديال الجيش المغربي، تلقاو العسكر الجزائري يعني يبدر وينهب اموال الشعب الجزائري باش يشري بها يعني القنابل المسيله للدموع لقمع يعني الحراك ديال الشعب الجزائري. هنا الفرق ما بين دوله اسمها المغرب
فيها قائد يرعى شؤون الجيش بما يعزز دوره كسفير إنسانية وكفاعل في السلام على مستوى الأمم المتحدة، وبين دولة تحكمها عصابة لا يهمها إلا أن تدوس بالصباط على 30 مليون أو 34 مليون جزائري.